أهلا بيكم في المدرسة الثانية الفيزياء البلازما. مدرسة فيزياء البلازما حدث سنوي تنظمه الجامعة البريطانية بمصر في مدينة بورسعيد، حيث تعرض مواضيع متنوعة عن فيزياء البلازما وتطبيقاتها، ويحاضر في المدرسة نخبة من علماء التخصص المصريين. وهنستخدم الكي دي في الايكويشن عن مفاهيم اساسيه في الالكتروماجنتيزم اللي هي هتفيد جدا في البلازما فيزيكس بشكل عام. حسب الالف لفه دي بيتحكم في الاسترنس بتاع الماجنتيك فيلد المتوالي. الغاز المتريد ده يعني في البدايه كانت حاجه غريبه بالنسبه للناس اللي بتدرس الموضوع ده. شكل فانكشن عشان توصف لي الفيزيكال فينومين الموجود عندي. احنا الاصل طبعا ان احنا ما نهملش الفكرة أو وجهة نظر. مستهدفين طلاب البكالوريوس والماجستير من مختلف الجامعات المصرية. لطلبة الجامعات والماجستير في الفيزياء أو الهندسة والتخصصات ذات الصلة، بادر بالتسجيل.